في إطار استعداداتها للموسم الكروي الجديد، ضبطت إدارة جمعية شلف أسماء الفرق التي ستواجهها خلال معسكرها التدريبي الذي تقيمه هذه الأيام في إسطنبول التركية وأيضا التواريخ. الجمعية ستلاقي في أول مباراة ودية نادي غالسيو الناشط في بطولة الدرجة الثانية التركية، على أن تواجه يوم الثلاثاء المنتخب الكويتي الذي يجري معسكرا تحضيريا في تركيا، بينما تجمع المباراة الرابعة شلف بنادي ديار باكار التركي يوم الخميس، على أن تلاقي يوم السبت فريق سيريار كلوب، وهو آخر منافس تواجهه شلف قبل عودتها إلى أرض الوطن يوم 11 أوت. هذا وكان مقررا أن تواجه الجمعية فريق بشكتاش التركي مساء الأحد قبل أن يعتذر هذا الأخير لأسباب تبقى غامضة.